الثالث الشفاعة. الشفاعة ما هي الشفاعة؟ الشفاعة هي التوسط إلى الغير في جلب نفع أو دفع ضر. تنقسم إلى قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. المنفية نفاها القرآن، والتي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. فيما يقدر عليه المخلوق وأنه صح حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه السبب، هذه منفية. المنفية التي نفاها القرآن تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. الشفاعة المثبتة أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، تطلب من الله سبحانه وتعالى لا من غيره، تطلب من الله سبحانه وتعالى بشروط ثلاثة: الإذن بالشفاعة، والرضا عن الشافع، والرضا عن المشفوع له. جمعت هذه الشروط الثلاثة في قوله سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن حتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لا يستطيع أن يبدأ بالشفاعة حتى يأتي الإذن من الله. الإذن والرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له. مرة أخرى، الشفاعة تنقسم إلى قسمين: مثبتة منفية. منفية نفاها القرآن، تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. المثبتة أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، تطلب من الله سبحانه وتعالى بشروط ثلاثة. تنقسم هذه الشفاعة إلى قسمين: خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه في أحد، عامة لكل موحد، للنبي عليه الصلاة والسلام، للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، للملائكة عليهم السلام، للصالحين، للموحدين، للأفراد، الأطفال، الصغار يشفعوا. الخاصة ثلاثة أقسام، العامة ثلاثة أقسام. الخاصة الشفاعة العظمى في أهل الموقف، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يتراجع عنها بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الشفاعة في عم أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. الشفاعة في فتح أبواب الجنة، لأنه أول من يستفتح نبينا عليه الصلاة والسلام، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. العامة الشفاعة في رفع الدرجات، نصلي على الجنائز كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. الشفاعة في من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها، والشفاعة في من استحق دخول النار من الموحدين ألا يدخلها. مرة أخرى، شفاعة تنقسم إلى قسمين: مثبتة ومنفية. المثبتة تنقسم إلى قسمين: خاصة وعامة. الخاصة ثلاثة أقسام: الشفاعة العظمى وفي عم أبي طالب أن يخفف عنه العذاب وفتح أبواب الجنة. العامة في رفع الدرجات، من دخل أو استحق دخول النار من الموحدين أن يخرج منها. شرع الله الشفاعة إكراما للشافع ونفعا للمشفوع له. بعد هذا الهداية، وقد تقدم معنا أن الهداية تنقسم إلى هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى عمه وأخذ يقول له: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: مضرة أصحاب السوء على الإنسان، لأنهم ذكروا له نعرة الجاهلية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لوضوح هذا الأمر، نعرة الجاهلية: إن وجدنا آباءنا على أمة، كيف ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان يقول الراوي: فكان آخر ما قال هو. غريب هذا، المفروض يقول: فكان آخر ما قال أنا، لأن الراوي يحكي نفس الكلام الأصل. تقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ما تقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: هو النبي لا كذب، هو ابن عبد المطلب. صحيح، تحكي نفس الكلام. الراوي هنا غير، حذف أنا وضع هو. لماذا؟ قال: والله لا أحكي الكفر بلساني، مع أن حاكي الكفر ليس بكافر، وأبتعد عن الألفاظ الكفرية. مفهوم؟ وهذا تنبيه لكم يا طلاب العلم: لا تتكلم بكلام الذي يتكلم به العامة، يتكلم بكذا، بالسب، الشتم، المقاطع اللي فيها سب للصحابة في أمهات المؤمنين، لا أبدا. مفهوم؟ أي نعم. قال: هو على ملة عبد المطلب.